النقطة الأولانية، أنا عايز أحافظ على أسناني، أعمل إيه؟ اوكي طيب، اول حاجه بس يعني فكره رهبه دكتور الاسنان وخوف من دكتور الاسنان ديت يعني عايزين نحاول بس نقللها شويه. بالنسبه ازاي نحافظ على الاسنان، ده اهم حاجه. بس اول حاجه الموضوع بسيط خالص، هنبدا من البيت. غسيل الاسنان مرتين اقل حاجه في اليوم، والطريقه الصحيحه أقل حاجة اقل حاجه والطريقه مظبوطه عشان والمتوسط كام يعني. يعني؟ استنى بس استنى، أنت بتديني لا صدمة. اصل في ناس ما بتغسلش خالص، فانا بقولش مثلا 3 4، هما مرتين، مره الصبح ومره بالليل، وطريقه مظبوطه عشان الطريقه بتفرق جدا في غسيل الاسنان. دي حاجة. تاني تمام. حاجة الخيط الطبي، يا جماعة أرجوكم الخيط الطبي والله مهم يعني لا غنى عنه، في ناس كتير قوي بتهمله. للأسف أنا مرة نزلت على انستجرام على موضوع الخيط الطبي دوت، الناس أصلا مش عارفة إن في حاجة اسمها خيط طبي، وفي بقى اللي بيستخدم بقى خيط الصنارة وخيط السجادة، الصنارة والله خيط السجادة وخيط طايرة الستارة الورق والستارة خيط إزاي؟ المهم ده يعني السنان الحاجات دي بتطلع معايا مش بيطلع، مش فارق السنة معاه، هتخرج. مش المهم بيستخدم خيط وخلاص. لازم الخيط لازم الطبي، الخيط الطبي وهو وجوده الخيط نفسه مهم، يعني طبعا مش مسألة نوع، الخيط الطبي لازم اي نوع استخدمه. من الصيدليه او من السوبر الكبيره، ما بيتجاب من الاماكن ديت تمام وموجود ومتوفر وكل حاجه تمام تمام. تالت حاجه زياره الدكتور، ده كده خلصنا البيت، دكتور الاسنان كل 6 شهور. والله يا جماعه بنعمل جلسه تنظيف لثه، الموضوع ما بياخدش اكتر من 10 دقائق بس، الموضوع مش فكره تنظيف لثه دكتور بس عبد الرحمن، انتوا مصدر رعب وهلع للصغيرين والكبار. انا والله بشوف الحقنه بتاعت البنج دي ما احنا بيغمن عليا. لو التزمنا بمعنى التعليمات ديت مش هنحتاج اصلا البنج ولا الحقنه. ليه؟ ان احنا كل 6 شهور لو في اي حاجه بسيطه هنلحقها، دكتور الاسنان هيكتشفها وهيلحقها. تاني حاجه التنظيف الجير مش بيبوظ السنان، مش بيوقع السنان زي ما الناس وما فاكره، بيضعفهاش. مش بيضعفها بتاتا، بالعكس هو بيحافظ عليها. تالت حاجه نسيتها في البيت برضو، المضمضه او الغسول، المضمضه ديت برضو ممتازه يستخدمها مع غسيل الاسنان. صدقني اللي يعني بيمشي على التعليمات ديت والله نادرا نادرا ما تلاقيه راح لدكتور السنان يعني نقول غسيل الاسنان بانتظام على الاقل بطريقه مره مظبوطه، بطريقه بطريقه مظبوطه. مظبوطه طب ما تقولها الطريقه المظبوطه، الطريقه احنا راديو المظبوطه. بس عشان ما ما انا تقوليش عارف، انا كان هنعمل نفسي كده هبص ونعمل كده. بالظبط كده، بس ما انا دايما اللي يجي يقول لي نعمل كده اقول له لا، والناس سامعه مش شايفه. طيب هبسطها لك. هي الفكره ان احنا الفرشه، الفك الاول اللي فوق لوحده والفك اللي تحت لوحده. الفك اللي فوق الفرشه هتيجي من فوق لتحت، والفك اللي تحت من تحت لفوق. بس الحركة الجانبية اللي هي يمين شمال ديت غلط خالص، وكمان القوة مش محتاجين قوة والله، القوة مش هتشيل حاجات زيادة يعني، مش خناقة. مش خناقة بالظبط كده. طب الفرشة اللي هي الخشنة والناعمة، يعني ايه الفرق؟ تمام، حلو قوي. انا رأيي الناس كلها تجيب الفرشة يا اما سوفت او ميديم، بلاش الهارد ديت. بلاش الهارد، احنا اصلا لسه عندنا كشعب مصري مش ملتهب اصلا متحمل، صح. بطبيعتها، فيا اما سوفت او ميديم بلاش الهارد. هي يعني قصة الناعمة ان الفرشة الناعمة دي ما بتنضفش، دي اكذوبة يعني. خالص خالص، لا هي بتنضفه وكل حاجه وبتشيله، بالعكس مفيده اكتر للثه عشان ما تعورهاش. فبالنسبه لنا طبعا السوفت احسن حاجه والتنظيف من فوق لتحت او تحت بالظبط لفوق 45 درجه زي من ما فوق الفنان لتحت صفاء بالسعود. ما يعني فيش مش رايح جاي يمين شمال، ده الجرار اللي رايح شوارع شوارع. ده مش موجود. لا خالص.